نروح لأول حالة واحنا بنتكلم واحدة واحدة، وهنا بنقول ثقافة تحكيمية بلا حدود في قناة النادي الأهلي. شوف يا كابتن، أنا أول حاجة هروح لها ستوب. الحكم يبعد بالظبط ثلاث خطوات أو خطوتين يا كابتن، ودوت من غير ما تفكر يا كابتن بلال. قلنا يا كابتن شريف، الحكم طالما موجود في الحدث 80% 70% القرار بيبقى صحيح. ليه؟ تفاصيل الحالة. شوف هنا عنده القراءة، هنا بيعمل سبرنت، الشحات هنا قطم ورجع، ماشي نمشي نمشي نمشي، قرب شوية، تعطيل الشحات يمكن قرب كمان، معروف من الحالة، حالة العائقة موجودة بالركبة، في الركبة، قرار سهل تحكيميا، ولكن اللي سهل القرار هو حكم المباراة محمد معروف. بحييه على هذه الحالة، سريع عشان ما نقفش عليها، ولكن كان ممكن حكم تاني يتكاسل. اللي جاية دي بقى مهمة جدا 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 يا كابتن شريف. هنا في اعتراض من الجهاز الفني للنادي الاهلي على مخالفه تسبق هذا الهدف، نشوف وشوف هو يمكن هو عشان فايق، بص عمل ايه. نروح ستوب. الشكل دوت المخالفه موجوده بتهور يا كابتن بلال، وهنا معروف كان ممكن يعمل تريت ويصفر ويقف اللعب، ولكن عنده القراءه وعنده الخبره خلى اللعب يتواصل. نشوف ايه اللي حصل، نشوف ايه اللي حصل. هنا بيرسي تو وكهرباء، وهدف يحسب اولا للحكم لان هو اتاح الفرصه فيه، وبالتالي ده اللي احنا بنقوله للحكام، خلي الحكم دايما يضيف المتعه على المباراه. شوف بقى لما رجع، يمكن كابتن سعد عبد الحفيظ هنا بيعتب عليه، يعني بيقول له يلا ما انت ما حسبتش ليه المخالفه ديت، هو هنا بيدي اشاره اتاحه الفرصه، تمام. بص هيروح بقى، بص بص رايح فين بقى، بص كده كابتن اسامه، يا ريت تجيب لنا اللقطه بتاعت معروف والجهاز. وعاوز يقول لهم يا جماعه انا يعني انتوا عاوزين فاول، بس انا خليت اللعب يتواصل وجيت الهدف. طب السؤال هنا يا كابتن، يعني تمام، هو عشان دخل الجول ما ياخدش انذار للاعيب؟ ده كلام مهم، ده كلام مهم، ده دخول بتهور. حتى لو دخلت جول ارجع اودي البطاقه. صح. هو احتسب الهدف وقرار جميل، ولكن كان يجب ان هو يرجع للبطاقه الصفر نتيجه اللعب بتهور. الحاله بعد كده تمام كده يا كابتن عادل، يعني هو ماشي النهارده بشكل. هو هنا خلي بالك، خالد غندور هنا يحمل البطاقه الصفراء نتيجه العرقله والتهور. خلاص يعني اقول لك هو النهارده كان فايق بصراحه. ونشوف هنا خالد غندور، هنا شوف الرجل الشمال رايحه تمام، وهنا تعطيل هجوم، قول عندنا تهور، قول هنا بطاقه صفراء مستحقه لخالد غندور ضد القندوسي. قرار صحيح من معروف. اللعبه الثانيه اللي جايه، بس عشان نقول للناس حاجه مهمه جدا جدا، الفرق بين التهور والقوه الزايده. القوة الزايدة هتلاقي فيها، معلش سامحني برجعه، معلش القوة موجودة، المسافة اللاعب اللي بيعمل تاكلينج جاي من مسافة يا كابتن أسامة، تاكلينج جاي من مسافة، وفي قوة وفي الكرة للسترز بيروح للرجل، غير اللعبة اللي هي ايه، ممكن وانا في مكاني احط السترز في رجل اللاعب، هنا المسافة والقوة قلت. ولكن نشوف هنا خالد غندور من المسافة اللي جاية ديت، نعيد اللعبة ونشوف. هو هنا طبعا ادى البطاقة الصفراء، بص ممكن تبقى طرد مباشر. الله عليك كابتن اسامه، طبعا هو طرد مباشر. طبعا طرد مباشر طبعا، بس هو قال لك اللاعب يحمل بطاقه كابتن معروف، ما ينفعش الكلام ده طبعا. لا، لان طرد مباشر مباراتين، مباراتين غير البطاقه، كده مباراه واحده في بطاقه. نشوف الحاله دي كابتن بلال تاني عشان نفرق ما بين التهور والقوه الزائده. اللاعب بص، نرجع تاني معلش يا برجاوي، انا عاوز بس اوريك المسافه اللي جاي بينها خالد غندور، بص جاي ازاي، بص 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 المسافه والقوه والسرعه والستارز طبعا. طرد يا معروف مباشر، انت يعني يحمل البطاقه وانت اديت الصفرة الثانيه، لا خلي بالك هنا طرد مباشر، وكان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله. ولكن بشكل عام هذا القرار لم يؤثر في نتيجه المباراه كابتن عادل، كان تقريبا في حاجه و80. اللي بعد كده هنا حاله مهمه جدا جدا، هو قرب ونشوف، وهنا سقوط من لاعب الاتحاد السكندري، هو خلى اللعب يتواصل. نشوف يا كابتن بلال، كابتن شريف هنا من فوق، هل في مخالفه بالايد؟ هل نسيب كده نمشي، احنا مش مع حد ضد حد، نمشي أي. نمشي ما لمسوش خالص يا كابتن، ومن تحت في أسوأ الظروف كان يجب على الفار في هذه الحاله استدعاء الحكم. لابد، لتفاصيل الحاله مش موجوده قوي ومش واضحه، والحاله مش واضحه بالنسبه لي حتى كتصوير يا كابتن شريف، ولكن كان ممكن الفار هنا كان يستدعي الحكم في هذه الحاله. ولكن هنا معروف امر باستمرار اللعب على اساس ان ايه، السكوت جه نتيجه التنافس. ايوه تمام يا كابتن، ولكن يعني لو تيجي تفاصيلها
يعني مش واضحه قوي عندنا، ولكن لو كان الفار جاب الحكم فيها يرجع يشوف الحاله وياخد القرار الصحيح سواء على الاهلي او ضد الاهلي. اللي بعد كده هنا بيرسي تاو، هنا قلنا التهور فرق شعره ما بين اقصى درجات التهور والقوه الزائده او اللعب العنيف يا كابتن ايمن. هنا بيرسي تاو بيلعب، خلي بالك الرجل متنيه مش مفروده في الوش، هناك فرق بس مش شايفه يا كابتن. ساديو ماني حتى لو مش شايفه كابتن شريف، ساديو ماني في لعبه لما طلع مع الحارس وحط رجليه فوق دي كانت كارت احمر. ولكن هي بيرسي تاو هنا بيحاول يلعب يا كابتن. اللاعب التاني موطي دماغه نزل براسه. بص يا كابتن انا كلاعب مدافع انا هنا لا يجب، بص انا نزلت بدماغي وانا بلعب في محاوله لعب، اذا مفيش نيه اذاء يعني انا مش رايح اعمل المخالفه بنيه اذاء. حتى لو كان هناك في اصطدام بالحذاء هنا بنفسر هذه اللعب. نمره واحد اللاعب واط بيرسي تاو رايح يلعب، يعني هو باصص حتى على الكره مش رايح للاعب مباشره، بعكس لعبه خالد الغندور اللي جاي وشايف ورايح وبقوه وبسرعه. فهنا البطاقه الصفراء اقصى درجات تهور وهو انذار صحيح لبيرسي تاو. حاله بعد كده رامي ربيعه، هنا طبعا حاله من الحالات في الوهله الاولى لو الرجل لبست في الوش طرد. تاني لو هنا الشمال دي راحت في الوش مباشره كانت احمر. تعال نشوف التفاصيل بتاعتها، نشوف هنا نشوف التفاصيل هنا رامي عمل ايه. هو برضك بيلعب كوره، بص يا كابتن ستوب لعب الكوره، الرجل فين يا كابتن؟ الكوره في الكوره، الكوره وبعدين الكوره بقت ما بين الحذاء وما بين الوش، قللت من الصدمه. احنا بنحكي تحكيم احترافي، ده التحكيم الحديث. نشيل الكوره من هنا يا كابتن بلال بطاقه حمراء. ايوه واحنا بنقولها ليه؟ عشان اللاعب ما يعملش ريسك على نفسه. لو هنا الحظ خدمك وانت لعبت الكره اه بس رجلك كملت، هنا انذار وجوبي والقرار كان قرار صحيح نتيجه ان الكره ديت هي اللي كانت ما بين الوجه والقدم، وبالتالي هنا القوه قلت كابتن عادل والكره حمت وجه اللاعب. ايه اللي بعد كده؟ حاله من حالات التميز للعقاد. عايز اقول النهارده بيرسي تاو في موقف تسلل، نشوف الحاله دي تاني، نشوف نمشي بس ستوب كابتن. هنا قلنا هذا اللاعب الكره حتى لو ما جاتش فيه هو هنا يا كابتن واخد عين الجول. الله عليك بالظبط، الله عليك. حتى لو ما جاتش فيه هو هنا الحارس هنا كابتن على الكوره، لما الكوره تبقى انت واقف هنا في موقف تسلل انا مش شايف الكوره رايحه فين، وبالتالي هنا تسلل من العقاد تسلل صحيح والغاء هدف وكان كره صحيح. سعد الاولاني عنده ثلاث حالات تسلل على النادي الاهلي. العقاد عنده ثلاث حالات تسلل، يمكن ست حالات تسلل النهارده كانوا على النادي الاهلي، قرارات تحكيميه كانت يعني 10 على 10. ببارك لطاقم التحكيم اليوم يا كابتن، ودايما بنقول بالتوفيق للماتش اللي جاي اهلي وزمالك ان شاء الله. ان شاء الله حكام ايه محتاجين؟ عندك فكره لحد دلوقتي؟ مصريين. لحد دلوقتي نامل حكام مصريين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يعني لا تتاثر باي شيء، انزل والعداله التحكيميه للكل للكل يا كابتن. المباراه مهمه وهتبقى ان شاء الله، يعني يا ريت تكون فتحت خير على التحكيم المصري. يا رب ان شاء الله يا كابتن. شكرا شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا. شكرا.